الاخبارات نستسلم زي فكونيني غمس الخير كلهم ومرحبا زيهم ذي اتعاد وقمز قرى قرضا لنتمرث النغمس عبد المجيد تبون الساي الطفي ورقثي من الاعتماد من خمسة قدما اجديد النتمورة غر الزاير أقرض نتمورث يطفي ورقثين الاعتماد لم قدم أجديد نتمورث البرتغال غر زير ميغيل أبرانتيس نيفيس داكوستا. سعادة السفير جواو ميغيل أبرانتيس تافاريس نيفيس داكوستا سفير جمهورية البرتغال. lettre de créance en tant qu'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République portugaise auprès de la République algérienne démocratique et populaire. قدم جديد نتمورث من البرتغالي وكذا المخلطاتي زي من ذي الأمورات السياسة ذي الأرزاق جار سنة نتموراي ويناد بلي مورثي صار سنية بشهر نذي سن أكثر لي عظيم الشرف أن أكون سفيرا للبرتغال هنا بالجزائر وهي مسؤولية كبيرة. كما تعلمون البرتغال والجزائر لهما علاقات سياسية واقتصادية عميقة وأتمنى أن أعزز من هذه العلاقات خلال تواجدي هنا كسفير لبلد البرتغال بالجزائر. أقرض نتمورث الناغي الطفي ورقاثي من الاعتماد اللي مقدم مجديد نتمورث من الأرجنتين غير الجزائر أتيليو بيراردي هويدا. سعادة السفير أتيليو بيراردي هويدا سفير جمهورية الأرجنتين. Mr. President, I have the honor to present to you the letter of credentials that's appointing me as ambassador of the Republic of Argentina to the People's Republic of Algeria. Thank you very much, merci. Enchanté. المقدم تمورث الارجنتين زفري وملقاي وكذا بلي المخالطات جار سنت نتمورا كورن بحال ما كيلزم الحال ويناد بلي الجزائر ذا شريك سشانيس ذي تجار ثاكذ الارجنتين. السلام عليكم انا شاكر لاستقبالي من قبل السيد رئيس الجمهوريه كما اريد ونبر عن شرفي كوني مماتي الجمهوريه الارجنتينيه. C'est un grand honneur pour moi d'avoir présenté mes lettres de créance au président de la République algérienne. شرف كبير لي أن أقدم أوراق اعتمادي للسيد رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية السيد عبد المجيد تبون وأقدم له باسم الحكومة الأرجنتينية التهاني نظير فوزه في انتخابات 7 سبتمبر ونعبر له عن تمنياتنا بالنجاح في المرحلة المقبلة. الجزائر والأرجنتين أغتنم الفرصة للتذكير بالعلاقة القوية التي تجمع الأرجنتين بالجزائر وخاصة هذه السنة التي تمر فيها 60 سنة من العلاقات بين بلدينا. الجزائر شريك تجاري جد مهم ويجمعنا تكامل اقتصادي وفي هذا الصدد نشيد بوضع حيز الخدمة المركز النووي بدراريا من طرف المؤسسة الأرجنتينية إنبا. وفي هذا الإطار أذكر أيضا بالتزام الجمهورية الأرجنتينية بتعميق وتنويع مجالات التعاون مع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وأختم بالتعبير عن امتناني وشكر الجمهورية الأرجنتينية للدعم التاريخي الدائم الذي قدمه الشعب والحكومة الجزائرية لحق الأرجنتين فيما يخص قضية جزر مالفيناس وفي كل المحافل الدولية التي نشارك فيها. مرسي بوكو ساحة شكرا. أقرض أن تمورث غيرني بطفي ورقة من الاعتماد المقدم مجددين تمورث من الموزمبيق أغر الجزائر أنطونيو أغوستو إدواردو نامبوريتي.
سعادة السفير أنطونيو أغوستو إدواردو نابوريتي، سفير جمهورية الموزمبيق. Mr. President, I have the honor to present to you the letter of credence, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of Mozambique to the People's Democratic Republic of Algeria. قدم تمور الموزمبيقي وكذب اللي المعونه في لنجر سنت نتمورا لان سي وقادر الضريعي بالخصوص في المسال تنوبدي قوذا ميذا يتذفن ذي لوموراث النردخل نتمورا. I had immense privilege and great honor to present to His Excellency Abdelmajid Tebboune. لقد كان لي الشرف العظيم والامتياز الكبير أن أقدم إلى فخامة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية السيد عبد المجيد تبون أوراق الاعتماد التي بموجبها عينني فخامة الرئيس فيليب نيوسي كسفير فوق العادة لجمهورية الموزمبيق بالجزائر. أنقل له تحيات فخامة الرئيس فيليب نيوسي الحارة الذي يجدد له التهاني بمناسبة انتخابه مؤخرا رئيسا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بأغلبية ساحقة من الأصوات. Trust and confidence that the Algerian in the country and abroad have. وهو ما يدل بوضوح على الدعم الواسع والثقة والاطمئنان الذي يحظى به من قبل الجزائريين داخل البلاد وخارجها. وأعبر من خلال هذا عن أطيب التحيات من الحكومة والشعب الموزمبيقي إلى الحكومة وشعب الجزائر. لقد كان التعاون بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية موزمبيق متجذرا في قيمنا ومبادئنا المشتركة الاحترام المتبادل والسيادة والمساواة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وكذلك تبادل المصالح. الموزمبيق تدعم نضال الشعوب التي تكافح من أجل استقلالها وتقرير مصيرها. العلاقات السياسية والدبلوماسية بين بلدينا ممتازة ونتمنى العمل مع حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لاستكشاف آفاق جديدة للتعاون ورفع مستوى التعاون الاقتصادي الثقافي إلى أعلى المستويات. وخلال الزيارة الأخيرة لفخامة الرئيس فيليب نيوسي إلى الجزائر تم التوصل إلى اتفاقيات مهمة وكانت الوفود رفيعة المستوى التي زارت الجزائر لاحقا دليلا واضحا على التزام موزمبيق برفع العلاقات الدبلوماسية والتعاون الثقافي والاقتصادي إلى أعلى المستويات. إن رغبتنا هي رؤية الشركات الجزائرية تستثمر في موزمبيق. أهنئ فخامة الرئيس عبد المجيد تبون والحكومة الجزائرية على التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي شهدها الشعب الجزائري والتي هي نتيجة لقيادته القوية ورؤيته الواضحة من أجل جزائر جديدة ولا سيما التزامه بتمكين الشباب والنساء من فرص أكبر. And clear vision for a new Algeria, particularly his commitment to the empowerment of young people and women. أقرض لنا تمورثي الطفي ورقثين الاعتماد المقدم مجديد تمورث الألمان غير الجزائر جورج فيلسهايم. سعادة السفير جورج فيلسهايم سفير جمهورية ألمانيا الفيدرالية. Monsieur le Président, j'ai l'honneur de vous remettre les lettres de créance en tant qu'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire d'Allemagne auprès de la République algérienne démocratique et populaire. وزفري ميسيغي ورقافي من الاعتماد القرضاء لنتمورث المقدم جديد نتمورث الألمان غير الجزائر يقرأ أمس ليث. الألجيري إلى ألمانيا
الجزائر وألمانيا لهما علاقات صداقة منذ القدم، ولي الشرف أن أباشر منصبي كسفير لألمانيا هنا بالجزائر. بلدي ألمانيا تسعى لمواصلة وتقوية الشراكة بينها وبين الجزائر في جميع المجالات، وأود أن أنوه بالإمكانيات الهائلة من الطاقات المتجددة، وهو القطاع الذي فيه شراكة مع ألمانيا كالهيدروجين الأخضر. ودائما في قطاع الطاقة لقد كتفنا من جهودنا لتجسيد مشروع الهيدروجين الأخضر الذي ينطلق من الجزائر نحو ألمانيا مرورا بثلاث دول شركاء. لقد تطرقنا إلى مختلف القضايا الإقليمية كالهجرة غير الشرعية، إلى جانب علاقاتنا الثنائية الثقافية واللغوية الثرية جدا والتي توطد العلاقات بين شباب بلدينا. أنا اليوم فخور كوني أساهم في تعزيز علاقاتنا الثنائية في مختلف المجالات مستقبلا. ويرني قرضا نتمورت النغيطف في ورقة الاعتماد المقدم تجديد نتمورت النلهند غرد زاير السواتي في جاي كولكارني. سعادة السفيرة سواتي في جاي كولكارني سفيرة جمهورية الهند. Mr. President, I have great honor to present two letters. One is a letter of credence as Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of India to the People's Democratic Republic of Algeria. المقدم تجديد نتمورت الهند غرد زاير خبر باللي قرضال من الهند هلا عول اتسرد زاير ذي هرزف الخدم تيور ايدي التسن. لقد كان لي عظيم الشرف أن أقدم أوراق اعتمادي إلى السيد الرئيس، وقدمت له خطاب الاعتماد أيضا. تم تعييني كسفيرة فوق العادة هنا بالجزائر، ولدى بلادي الكثير من الإمكانات التي تقدمها للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، لذا يشرفني كثيرا أن أكون في هذا البلد الرائع. ونحن نتطلع بشدة إلى زيارة مرتقبة لرئيسة بلادي إلى الجزائر في الثالث عشر من شهر أكتوبر. ستقوم رئيسة بلادي بزيارة عمل إلى الجزائر، وستلتقي فيها بالسيد رئيس الجمهورية، وتعقد لقاءات ثنائية كما سيكون لها لقاء مع الجالية الهندية هنا. نحن نتطلع بشدة للعمل مع الجزائر في مختلف المجالات الثنائية والمتعددة خدمة لبلدينا. كل مراسم نتيعادا وطافي ورقة من الاعتماد مقدما جديدا تمورا غرد الجزائر يحضر ذي سن المضبر يتفن الأمانة العامة لوزارة الأمور برادي غريب أن الجزائريين لان برا نتمور تلو الناس مقرمان هكذا المضبر يتفن الديوان من الرئاسة نتمور تنغ بوعلام بوعلام. أقرض لنتمورت النغماس عبد المجيد توب تبون يوزناس براث نوهنا قرض لنتمورت البنين باتريس تالون زفري مير بحل فوتر العهدة ويسن ويسار ماس رسم من الشعب للحكومة البنين وسلاس ميس باشاهي لغرس حث والخدمتيس أهسجا أقرض البنين ذي وبراث يناد باللي لا يوجد باشاهي خدمة كذا قرض لنتمورت النغوة يرني ذي المعونات ظلم خلطات جار سمت النتمورة. أقرض النتمورت النغمس عبد المجيد تبون هبركة سقرض من سلوفينيا ناتاشا بيرتس موزا زفري مير بحذي الفوت العهدة التجديد ذي تي عذا أقرض من سلوفينيا هناد بلي المخالطات جار سنت نتمورا قورن محل ما كيلزم الحال بالخصوص من يرزمن ينقدم ماثين ذي سناث النتمورا وهناد بلي غرص النيث باش أخذ ما كذا قرض النتمورت النغ بالخصوص من يتزير لوموراثيس اللان قورن وغرص القيمة وذي وسغمي اللمان الجناس وهلا خدم باش لي لهنا ذي إمورا الجناس. أقرض النتمورث النغماس عبد المجيد تبون هو ضاس براث وهالناس وقرض النتمورث البرتغال مارسيلو ريبيلو دي سوزا
في تعاد زفريمي شعب جزائري يرني يفوتا في اللاس ويقمضي العدث ويس سن ومن ينادي وبرثنا نوها الناس لاسميس وسلاس من الشعب البرتغالي يسارى ماس باش لخدم تيساه قور محال ما يلزم الحال ذي سيغوريس نتزاير وذي تعاد قرضان نتمورث البرتغال يعاود النادي وقرضان نتمورث النغ بلي يخسى يرني ذي المخالطات جار سنة نتمورا وبالخصوص ذي العهد أجديد وبالخصوص باش ذيلين ذي جراي تخصان المسايل اللجنة ساكذ الشدات إدي تسنة مورا اللجنة أقرضال نتمورث ترك مانستان سيردار بيردي محمدوف يباركي وقرضال نتمورث نغزفري ميرني الطفل حكمي العهدة ثوي السن ويتمنى الصحة وباش لخدم تيساس جا ويناد بلي المخلطة ذا لخدم جار سنة نتمورا لنقور المليحة سينفعني شعبيا سنة نتمورا وقرضال نتمورث بلغاريا رومين راديف يوزن براث نهني وقرضال نتمورث نغزفري من الشعب الجزائري يرني خيريت العهدة ويسن يسرم الصحة باش لخدم تيس أهزجا وقرضال بلغاريا وكذي وقرضال نتمورث نغب اللي ماك يرني الطفل حكم الشياء ينفع الجزائر ويرني ذي أي مويس وباش يلي غرد زير راي ذي لوموراث لمن ضمنت لهنا ذي العرين تفريق ذاكذ الجيث نساحل ويرني الناد باللي غرص النيث باش يرني يخدم في الجالر نيل مخلطاث جار سنة نتمورا وسي جيثي ساقرضان تمورث الكونغو دونيس ساسو نجيسو سلاسة من الشعبيز ذا الحكومة تمورثي سيباركي وقرضان تمورث نغميرني يربح نوبث ويسن أقرضان الكونغو يشكر المخلطاثي لانجار سنة نتمورا ويناد باللي لا يوجد باش يرني ذي سن كثر في الجال فايتني شعبين سنة نتمورا ذي الشغال نوملاقان واربع ثندوك لانتمور الجناس ذي هيكلتي سويس 79 لوزير لوموراث برا ذي غريب اني جزائري من لان برا انتمورث احمد عطاف يوكذ باللي جزائر قيم دايما ذي الرئيس باش هبدا كذ فلسطين ويوصى يمور الجناس باش يلي غرس من الراي باش اقرا من الحد زضمات من العسكر انه ذاين ذي الجهضة احرى بالمجموعة الدولية اليوم ان تسارع لوضع حد للجحيم المسلط على الشعبين الفلسطيني واللبناني وأن تكبح جماح المحتل الإسرائيلي ورغبته في إدخال منطقة الشرق الأوسط في دوامة من الأزمات والصراعات والحروب الدائمة واللامتناهية كما يجدر بالمجموعة الدولية أن تدرك أنها أمام مرحلة فارقة ومفصلية من تاريخ القضية الفلسطينية مرحلة لا تقبل العودة لما قبلها مرحلة لا تقبل التردد أو التقاعس في دعم المشروع الوطني الفلسطيني ومرحلة لا تتحمل التماطل أو التسويف في دعم التوجه نحو إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والسيدة كحل عادل ودائم ونهائي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني والجرائم نوذين لانكولا سدي غزة من استشهد 20 وتوجرح أكثر من فلسطينيين ذي سمن الجرائم قرين تنيو ذي 24 سوايع إن قورا ذي الوقت ثماني لولو في سي الشهداء عروشه النار دخل البنيانات يتورد من سي سلاح من العسكر نوذين والعسكر نوذين والجينش الفرقات من الطباء ذي ميدن وسل كذا وظن غرسن والحساب من الشهداء يوضر 41,615 من الشهداء أكد 96,359 مجرح ذي ذي فتغربيث العسكر نوذين اللي نزضمن والتاويني فلسطينيين من الحباس زيسن حتى يورش نيقدودن ذي إذا يطغيهن سيقبل ذي الحباس ذي لبنان تيارة من العسكر نوذين لن تكثني مكان ذي الشرق اللبنان من استشهد 6 وتوجرح من 4 ذي البقاع الغربي الشرق اللبنان وسي لم دفع العسكر نوذين كثين البومبات بثلاثة مكان من استشهد 45 ذي شعبيا وتوجرح أكثر 70
أنوال أرمورث النغ وبشطة قنس حبس النهلة كثيرا تبوركو ثنديار ودين تمورث النغ ذي غبيرين الطبال لان تقار من الجهد نسنو في الحساب البروتوكول نداوي باش دوان إمهلك والخدمة سوجد الناس سلك تاويلة ثلاقا ولان صوض دواوات من يساس المطار نتزاير الجناس روحا يشت الفرق ثن الطبار الولايين برج بجي مختار ووين كيث سن لقاحة اللقاحات كذ دواوات ذي التاويلات نداوي الصوض تنر البلدية تيمياوين نسي سنات الطيارات في الشركة انصنا تراك والخدمة الكل في قرديس يورزق غا جزائري اكذي مثلا ندونيث وذي الولايين انقزام وباش انطلان في مهلاك يتفن الملاريا كذ الديفتيريا الفرقات نيورز غا جزائرية كذ طبان سبيطاري انقزام بذن السيغن اللقاحات ودوان في مهلاك يوساند سيمو كان نغبير انك ذي يوساند سيمو ريلان زاير وهنا يندوان وتنطلان ذي سندي سبيطار انقزام والفرقات الطباء بذن خدم باش يسحب سن الهلاكاثا يبذن تبوركو ذن حتى غر البدو الرحل الا بعدن سي اسبيطارات وباش اسحب سن الهلاك الى يتبوركوث ذي غبيرن اذا قمضن ذي المطار انقزام وظن الطباء تخصص كذ الصياد الى ايلان ذي يور ازباغا جزيري وشياب باش بدن ودوان ميذا يطفن الهلاك ووين كذ سنتو الى الذدواوات وهو ذي الطيران ايضا رفض الذدواوات كذ اللقاحات والفرقات الطباء كل اربعة ذي سن ذو ظن ريمو كان محل الريذا ايلان ذي سن البدو الرحل اكذ ذا ايلان بعدن فسبطراثة أكذ البلاناتي قرضان من الأشغال البيلي كذ وعدا لبريذن دي همدين نتزاير لان تعدل لبريذن محالي ذا لان تزاه المحطة نوصي وض إن سفرن إن بير مورد رئيس البلانا ينفع عطا ذي ورنا ينو يمو إرذخن تمدين نتزاير قار حبيب مخلوف مازال خدمت وعدا لبريذن هقور غير بير مورد رئيس زهو مكان وحبسنا الكيران جديد دلخدمت على حسب الزمام ماث إيرين البلان بشير نعيط لخدمة تزعيمين دابري يعني وشو مديروا لي بلون حاجة منيحة ما مدي زنقور شو مونتع راكوت هادية فيها بزاف لسيركولاسي خاطر هذا بوشون بكري راكوت معروفة يعني ماشي من اليوم وإن شاء الله تكون خير أشغال المشروع عبارة عن تمديد النفقين الأرضيين على مسافة 300 متر تقريبا بالإضافة إلى إنجاز 3 أنفق أرضية للراجلين مع محور دوران الذي يسمح بتسهيل حركة السير في كل اتجاهات وكل وقت أنا ندفر إلى خدمته سيقم ضبرا وغيره حطينا دي زيكيب يعني بوضع فرق لمراقبة مثلا مراقبة الطرقات اسمها إيكيب جيو تكنيك ومراقبة الخرسانة إيكيب دو بيتون لخدمته قرتو سزرب ذا قمخانو رهلا القيم تقرضالت بشاك سني عويقا في معشورنا العاصمة لخدمت سوم بدال دل حاش تهز مرهن تجاخذ من قيض قاس باش اكملنا هيلو قل وقتيس الأشغال على نفس النمط وهذا بأشغال مداومة 3 في 8 عملا بهذا لكي نصل إلى الهدف المنشود وهو فتح الطريق لمستعمل الطريق خاصة في هذه الأوينة مع الدخول الاجتماعي أرزامي يبريذن في الدخول للعاصمة دلحاشت في خدم أوهيل وقرضال وقيم لخدم تهز عيمت إموخان وحباس الكيران جديد إبير مراد رئيس دلحاشت إلى قفلس بدن وباش سجان البلان ورناي زمزي السلعات نتزاير الاسواق الجناس لخدمت نورزا مبريد سي المرسان وهران وبريد قرضا الشرق غرب وبريد ينفع عطا اسي وض السلعات مر المرسى يقار ابراهيم خضروي بريد ديج سيك تاويلات غرسن القيمة تقرضالتي تادفن ديال بلانات نتمورت بشاغ اسقد من ابريذن ونتاند الحاج تعجبي مع شوراغ دي ذي استخدامني بريذن لخصوص صحاب الكاميوات صافي بليز ان شاء الله اي حاجه زياده البلاد كاع مليحه ان شاء الله تكون هذه تكون متنفس كاع العائلات وكاع صافي اون اريف فيت في اون فيل ميم با الوقت قليل بالخف نوصلوا فرانشمان داروا حاجه او توب يا ريان ادير والله هكا سا البلاد تولي شابه يورا بلوس دو بيرسون يجوا ان شاء الله هذه الاطرود زعما مليحه مساعدتنا غايه الحمد لله هاد الطريق داروا انجاز مليح والحمد لله رانا ملاح سما الطريق راهي مليحه ونفعتنا بعد السيكيلاسيون ما من الطريق خدموها شاب الله يبارك ما في العقبه ما في الطريق ثاني واسعه
ما كنجيو مهودين الاخرى في كنجيو مهودين شويه صعيبه بصح هذه شابو. في جزيره 26 الكيلومترات يسيره وبريدو يتوعذن على حساب البلانات يقدمن. هذا المقطع اللي وضعناه في الخدمه هو فيه 8 كيلومتر، هو مقطع يتكون من منشأة بحرية اللي رانا متواجدين فيها الآن، منشأة بحرية على مسافة تقريبا 1700 متر يعني انديغ ماريتيم. يشن القنطرة يخدم نسل على 40 المترات أدسني خرضان إيرينا سنتويلات دي جديدا وحراز أدعى الدول. نفق مغطى ينطرنشي كوفرت على مسافة تقريبا 1 كيلومتر. هناك كذلك مقطع طرقي معناتها سكسيون روتيير على مسافة 3.5 كيلومتر، وهناك جسر على مسافة 720 كيلومتر متر 720 متر، وهناك كذلك نفق على مسافة 1600 متر، وطبعا حكينا الربط على مستوى الطريق الاجتنابي الرابع على مستوى منطقة كانستان. تلفي الأجهزة في أجهزة المراقبة اللي هي في كاميرات المراقبة وإشارات المرور الضوئية، فيما يخص تهوية الأنفاق ببطاريات إخراج الغازات السامة إطفاء الحريق، خصيصت أجهزة خاصة أوتوماتيكية لإطفاء الحريق تمثل في أنابيب على طول الأنفاق مزودة بمدخات أوتوماتيكية. نتندى غير القيمة تقيمو ودو حوس أقل ولاية وهران ماني أمو قني غير يوم الراحد وسوحل وهنس خدمان قو غير وحوس دي هم دين تنتزير صندوق نظمان تني خدم من سي شهرية فقرين يجي اللوفاق اللي معوناتا كث سبيطان بروسل اللوفاق باشرنين ذي ومبدل أجرب طبيب وداوي بالخصوص سيدف تكنولوجيا في جديدا يتنطلان في مهلك المرسم اللوفاق يحضر ذي سن الوزير نغير الخدم ذو سخدم ضمانة الأحوال ندوني فيصل بن طالب أكذ المقدم تمورثن بلجيكا ذي تزير. في الأخبار في الجناس وذي مورثنا المروك لمسالتنا الإسكوبار نصحرث إلا يتبان ذي سجديد كولي كلتا وشي يستكشف أن المخزن دي وزنزي المخدرات ويمضبر أن المروك لان سرخص ذي فلاحن وتزير ذي سن باش أزون المخدرات في قار إبراهيم خضراوي. الملف سيعرف مفاجآت أخرى، ذلك أنه كان مجموعة من الوقائع التي سيتأتى لنا دحضها بوسائل مادية أو بوثائق. دمتاس ليس قاد إسكوبار نص حرف ديم تاجرين لا دروغ يدي ذغواني إيشمتن جه فريق في الدل مروك يمضبرن نالمخزن الزفر مي قيرق الحبس يزغر 20 دي مضبرن الحباس. يظهر باللي أمس راحوني الغمان يريه وبريض مراكش دام قراني يمتجرين لادروغ يقور غير يسحفاق غلاس قل جيش دي مضبرن السياسة دي غلن اللامان دي مدن نالمخزن سزيات يمضبرن يغير تورارين أدي يذلس التيربع موقنت يتجارث لادروغ جيه فريق تددوني كثا أصل طنان نذغوان إيشمتن آقير يسنع ثن الخيوض يمخون بلن وهزها مورثنا المروك دي الحكومة النس الزاهن الطاوين المخازنية هي مظلة دروك سيق غبيران البحار النغ البر وكذن يمتجرين نسمو باللي هامورثوه توالام لخدم تنسان إيشمتن فوحنت هموراغ سريحت الحشيش دي تاسن سيق المروك والتوزيران يفلاحن اسلي قواذ دل خصاص باش غزون الشيوق غزران دي ذرار وغيرة بحريقي نال مروك وزي سربحن يمتجرين دي ذاغ يوضن كيعرفها كل واحد هاد الزراعات بحال نقولوا حنا عبيد في بلادنا لانه بحال عندك صراحه مؤقت كتعيش واحد العيات ماشي ذو اطمئنان ما مطمئنش انت على المستقبل ديالك ولا على حياتك ولا على اولادك ولا هذا المخزن كامل الاغلبيه منهم كيطالب لك بالشوا باش عادي يبيع ذلك. يمضبرن المخزن يسترسن السمن سن قيه فريق تددوني كثا وسقي النشبل لي استيذفن العمر السن وحوفن اذا يتلاحقن قهرات شاغوزيس اتفغنش.
وان ولا المرثنا غسا بدان الورشه الا نخدم باش صنفنا الخير في خسنت باش هدف كذا الخير ثني درس الجناس من اليونسكو والورشه قريت وزاره نغير ندلس باش هرني ذي القيمه الخير نتمرثنا غوص حفظا فلاس وهدف فرد خير الجناس أنقيم غير كذا إذلس سوني يسلس من بوسعادة ديازدي الباليسي مكان سحل ذو حوس سيلان دين سلحياثي قسم تندوني سيحواس هل الماكلة نجيثة محال صفيطيه ولا كذا الوقت هو ذف حتى الولاية النظام حبي مخلوفي قرار روبورتاج غني السيغ أغني السنعات صفيطي أن بوسعادة بوسعادة وتوسن شغرسي مكانيس ومرح أتمنى طيسها زعيمت نتاث تمدين تأهتوسن سلو مكليسي بن نعيطة من غصد التاسني من راحن سيقل كولي غير تمورث باش هن سنن وهن عرضن محال الزبيطي شخشوخة دعيطة لو مكل نندن الزبيطي هذا أكلة تعجدودنا هم اللي بتقروا الزبيطي هذا كان ذاك الوقت كان فقر وكانوا على بالك باللي كيما الفلفل وطماطم والثوم كان عندهم في ذاك الزمان كان عندهم موسم واحد مش كيما دركا كان موسم واحد كانوا يدسوا الفلفل الاحمر والثوم والطميش احنا نقولوا الطميش مشرح كانوا يدسوه كسر اليابسه هذيك يخلطوها ويدقوها خرج الزفيطي هذا هو يبقى الزفيطي هو الطبق المشهور ويجو الصفيطي يجو عليه من كل جهه وعندنا سر في الصفيطي به ما يضرش الانسان يديروا له البزباس هذاك البزباس ما يخليش الانسان المصران نتاعو يتفخ ولا يضر ولا يديروا البزباس راه البزباس هذا يعتبر كماده طبيه لو ماكلو توسن مليح وتسن تغرسن سعيطان تمر للجناس كلي وسالم حكايا كل سف مورثي ست زاير وقلي وسي غدا سيمضغ السوق جيبو سعادة وصرح بن الزي عيطا عيطا وقلي سكشافغ أكيد سن أوتين سن إيجارن دي سمانات تزعيمت وقلي فرح عيطا سوسانو إسيمضغ بو سعادة نظره زعمتيس نيويورك زورانو مزرويس نعرض البنث إيضو ظانيس ندر هي شويحين أقيم انت رقمان تأقغلها سنة فلكرم دوس راح بنتر ونس هو هما نميل الخبارات نوسكم ونقيم ذي لنا غالي من أخذ الخبارات إدي تاسم